اخويا هذوك الناس ما تيتقاوش الله اخويا بزاف. هذوك الناس خاصهم يتعذبوا، خاصهم شي حاجه اللي بزاف تيتعدوا على بنات الناس. دابا علاش هما مغتصبينها اصلا؟ ولاش واش من اللي مغتصبينها؟ خصهم العذاب الشديد هذوك الناس. اغتصاب اصلا ما بلانش، تيتعدوا على بنات الناس، تيخليهم يعيشوا واحد المعيشه اللي من وراها كاينه اللي تتخرج، عرفتي انت ديك الطريق اللي تتدي للمونتيف. كاينه عاوتاني اللي مسكينه تتعقد في حياتها، تعقدها مع دارهم. كاينه اللي مغتصبه وما فراس حتى شي واحد، تلقاهم فراسها عشيرها ولا شي حاجه تي تتكرفص. تجي الله يسمح ليهم. اصلا هي هاربه من دارهم عامين دابا، وقالت لهم دابا 3 شهور باش امها باش خرجات. هي اصلا كل شيء عدوا صوره خايبه عليها، هي تتقرقب تتشرب تدير كل شيء، ودوك الناس مشاو ظلموهم وصافي. هي دارت البوز دابا في المغرب، كل شيء عرفها. بالنسبة لهذوك 15 واحد كيقولوا 15 واحد اللي تعدى عليها، هي لونسا واحد الصويرة شحال هذه ديالها قديمة ديجا فيها هذوك الوشام وداك الشيء فهمتي، ويبين غادا بخاطرها فهمتي. حتى هي لو ميم جونغ بحالها بحالهم فهمتي، ولكن هي بني هي مشدودة شهرين شهرين ويا تماك. علاش والديها ما يمشيوش يديروا ديكلاراسيون شهرين قبل فهمتيني؟ حتى عرفوها باللي راه كاينه مع هذوك عاد باش فهمتيني. اش بغيت نقول لك؟ شهرين وهي مشدودة تماك، تا دا 6 شهرين عاد باش مشاو ديكلاريو. مش عارف راه حتى هي راه مؤخرا تلونسا واحد الفيديو ديالها في فيسبوك كتهضر مع واحد بواحد الطريقه اللي نقدروا نقولوا حنا مغاربه شمكاره فهمتي، وان بعض الظن ايش معوجاني ما تعرف شنو كاين. الصراحه المجتمع دائما كيدير التهمه ان البنت هي السبب، يعني هي اللي خلاتهم الوالدين ما كيعترفوش بالاخطاء. يعني دائما كيخليو البنت هي اللي زعما راه انت اللي خليتيهم انهم يديروا لك داكشي. كيجوني انا ماشي نورمال زعما، حيت ولينا كنلاحظوا ان الشباب ديالنا ولا بزاف كيتعاطى هادشي ديال المخدرات، يعني فهمتي، يعني ما كيشعرش انه كيدير داكشي. وكذلك الاميه، يعني الواحد زعما ما كيكونش واعي، ما كيكونش قاري، ما كيكونش عارف، يعني ما كيكونش عارف العواقب ديال داكشي. يعني خاص الوالدين دائما يحضوا ولادهم ويعرفوا زعما كيفاش يتعاملوا معاه، ماشي زعما يقولوا لهم صافي انت درتي الغلط اذا انت راه فهمتي، انت راه كنقي، انت راه ماشي انت اللي درتي، راه هي اللي دارت. ودائما كنقول الله يهديهم وصافي. لي انا خاصو الاعدام كاع ماشي حتى الحبس، كيتعقدوا نفسيا وبزاف ديال الامور خايبه بزاف. راه كيستنكر كاع بنادم، وبنادم يدير راسو هذيك بحال اختو. صراحه الله راه هادشي بزاف اللي كيوقع هنايا في المغرب، وخاص هادوك المجرمين ياخذوا العقاب ديالهم. هادشي كثير ولا بزاف صراحه الله، خاص الامن يتدخل. راه صراحه حنا حنا في دوله الحق والقانون، وانت كتشوف كيبان لك لا قانون لا والو، كاين غير تعدو، غير القوي كياكل الضعيف. حنا في دابا بحال في غابه، خاص بنادم يخرج يحضي راسو بزاف. هادشي كثير. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.